تركيا في حادثين منفصلين عاملان سوريان يفقدان حياتهما في العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم موجز الأخبار من قناة أخبار عامة منوعة. قبل بداية هذا الخبر أخواتي الكرام، بدعوكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لنوافيكم بما هو جديد. توفى لاجئ سوري بعد تعرضه للسقوط من الطابق الخامس أثناء عمله بالإنشاءات في منطقة غازي عثمان باشا في مدينة اسطنبول. ونشرت صحيفة كوزال على فيسبوك خبر وفاة العامل السوري أحمد حمادة اليوم الأحد نتيجة سقوطه من أعلى سقالة كانت تحمله عند الطابق الخامس لبناء حديث الإنشاءات. وقال المنشور أن أحمد توفى بعد سقوطه أثناء تأمين قوة عيش لأطفاله خلال عمله في الإنشاءات بحي غازي عثمان باشا في اسطنبول، مشيرا إلى أن الراحل أب لأربع أطفال. وقبل يوم واحد فقط نشرت وسائل إعلام تركية خبر وفاة شاب سوري آخر أثناء عمله في ورشة لنشر الخشاب بولاية مانيسا غربي تركيا. وقالت المصادر أن الشاب عبد الرحمن أحمد عمره 25 عام فقد حياته أثناء عمله على آلة لتقطيع جذوع الأشجار، حيث تعرض للانزلاق والسقوط على منشار القص نتيجة فقدانه توازنه. الحادثة وقعت في منطقة ياني كوتشوك صناعية داخل حي باريش في مدينة الشاهير التابعة لولاية مانيسا. وبحسب معلومات أفاد بها زملائه في الورشة، كان عبد الرحمن يسحب جذع شجرة على ظهره محاولا وضعها على آلة النشر، إلا أنه فقد توازنه وسقط على الآلة وهي تدور. وأضاف العاملون أن عبد الرحمن أصيب في منطقة الرقبة وأجزاء مختلفة من جسده لدرجة أن الدم غطى جسده بالكامل. وبعد إبلاغهم الطوارئ تم نقل عبد الرحمن إلى المشفى، وعلى الرغم من كل الإسعافات ومحاولة الإنقاذ لم يستطيع طاقم الإسعاف من إنقاذ حياته بحسب تقارير المشفى. يشار إلى أن غالبية العمال السوريين يزاولون أعمالهم بشكل غير رسمي دون أذن عمل صادر من وزارة العمل والضمان الاجتماعية التركية ودون تأمينات تحفظ لهم حقوقهم، ولا تحصل عائلاتهم على أي تعويض في حالات الوفاة، كما يفتقرون للتأمين الصحي والخدمات أخرى يؤمنها لهم قانون العمل، ناهيك عن عملهم لساعات تزيد عن الحد الأعلى المسموح بها. كل الحب والاحترام لكم أخواتي الكرام، بتمنى منكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس لنوافيكم بما هو جديد.